تحكي لنا حكايه. اي احكي لنا حكايه. اي نحب نحكي لكم. وين؟ الفيلا. انا باش نحكي لكم حكايه في الحكايه هذوما زوز. كان يا مكان في الزمن القديم زعيم ولصوص اسمه زين العابدين، استولى على قصر الحكم في جبال قرطاج، تعرف على جارية تعمل في المكياج، اسمها ليلى كانت مثل شهرزاد، ولو ملك ومالكة وحكمه في البلاد، 7 نوفمبر 87 بالخطاب، خرج للجماهير والخلق سمع الكتاب، وعد الشعب الحرية العدالة والنظام، الشعب التونسي فرح سنة عيش وكرام، وبدات الاحتفالات بالنظام الجديد. كيما عيد الاضحى 7 نوفمبر عيد، يحيى التغيير يحيى العهد الجديد، تمجيد واناشيد الملك من العبيد، كي تلم القصر يرمي بعض التنانير، لشعبه المسكين لشعبه الفقير، ما في بالهمش للملك هو طاغي الطغاة، هو في القصورات والشعب حفاة عراة، جمهورية تونسية يحكمها الملوك، دستورها الجبروت وكتابها الطاغوت، تمتع بالحياة الدنيا المالي والبنون، تخاكي الفرعون ولم المال كي قارون، في دولة القانون شعب دون إرادة، الشعب بعد على السياسة وتجرد بالعبادة، والقادة عصابة تغطاو بحومات الحماة، من برا كي الملاك وهما مصاصي دماء، يمصوا في دم الرعية شمالا جنوب، والشعب حامل وساكت وكاتم في القلوب، والحاشية الملكية عفست وتغاص فوق الأرض، قسموا الخريطة وقسموا بالطول وبالعرض، هذه الليلة هذه بالأحسن هذه العماد، ظلم وقهر وسلب ونهب واضطهاد، واللي عارض عليهم ينفى وراء الشمس، يحيى بن علي فريضة كيما الصلوات الخمس، مشال بيت مكة وحج وأدى المقدسات، منع الشعب عن الصلاة هسوا للمدنسات، نفاق غطاه بالهتافات والتصفيق، اسقي الملك دم الشعب من إبريق، والشعب لا حول ولا قوة له مثل عيسى بن مريم بين آيات اليهود. أي شنو صار من بعد؟ صارت برشا حكايات وقصة مازالت فيها تحب نكملها لك؟ إيه. الحاشية الملكية كانت دايرة بالكرسي، ملكة قرطاج وعيلة ترابلسي، كانوا ذباعا أصبحوا أسود، كانوا محميين بآلاف من الجنود، والمعارضين رماهم في السجون، منعوا الحجاب للنساء منعوا الرجال عن السجود، قطعوا طرق لبسوا ثوب النبلاء، للشيطان عملاء زرعوا في الشعب البلاء، ملك القصور وملك المجوهرات، طالت تيديهم بالنهب والسرقات، همهم الوحيد المال والياقوت، مساو الفناء ولله الخلود، ينولاد طبقات اغنياء وفقراء، والشعب المسكين تبقى عليه القرارات، زيادات في المعيشة زيادات في الضرائب، في بلاد العجائب بلاد الغرائب، مناو الرعية ما كذبوا في الوعود، خباو الدماء وراء باقة من الورود، خطابات الملك كلها كذب وزير، الشعب في خدمة الملوك كالوصيف، طالت الأيام طال معها الاستبداد، كثر الفساد بين أهالي البلاد، كثرة البطالة وكثرة الاحتياجات، كثرة الاعتقالات ضد الاحتجاجات، مأساة شافت اليوم الموعود، لا ظلم بعد اليوم ولا حكم للطاغوت، ثارت الأهالي من سيدي بوزيد، لا ظلم بعد محمد بوعزيز الشهيد، ثارت الشعوب من الشمال للجنوب، كثرة الاصطدامات بين الشعب والجنود، شهداء وسجناء حزن وبكاء، دماء الأبرياء بأيدي حامي الحماة، كان يتوعد في الرعية بأشد العقاب، لكن الشعب لم يعد يخاف من قطع الرقاب، شعارات ضد الحكم لتسقط الملوك، لتحيا الشعوب صوت الحق لن يموت، فاستجابت السماء لدعاء المظلومين، لا للجبابرة لا للظالمين، فلاذ الطغاة أمام الصحف بالفرار، وعد الله حق أمام كل طاغ جبار، أين الجاه أين المال أين القصور، الذي أمس أسد أصبح كلبا مسحور، هذه عبرة للطغاة يا ملوك العرب، إن لم تحكموا بالعدل مصيركم نار الحطب، مثل سين العابدين هذه أحسن القصص، السين علي بابا وترابلسي 40 لس. عجبتك القصة؟ إيه. وأنت ريان عجبتك؟ إيه بالحق؟ ولا عجبتني بس. هاي غدوة نكمل نحكي لك حكاية أخرى.